ديال الوقفه وطبيعه الحال من اجل الاحتجاج على مشروع قانون الماليه بالاساس اللي المحاميه والمحامون تيشوفوا فيه لا عداله جبائيه. لا عداله جبائيه ما عندهاش علاقه نهائيا بما تم الترويج له من ان المحاميه والمحامون يتهربون ضريبيا. حنا ما كنتهربوش ضريبيا، حنا ناس اللي كتصرح واللي كتادي الضرائب ديالها، ورغم اننا لا نتمتع باي امتيازات، نحن يعني ما نشتغل ليلا نهار من اجل توفير الاجور للمستخدمين بالمكتب واداء التحملات ولي شارج اللي كاينه في المكتب وتكوين المتمرنين، وهلما جرى من الالتزامات. وكنقولوا يا ربي يا ربي الامور تمشي بخير وعلى خير، لانه الا بغيتي تاخذ كونجي انت اللي كتادي كتعطي مقابل، يعني كتخلص لي شارج ديالك وكتاخذ وقت، كتشري الوقت من عندك باش ترتاح. هذه بعض الخصوصيات ديال المهنه بالاضافه لكونها رساله انسانيه، وهذه هي اللي تغيبت مشروع قانون الماليه. وانا ما عرفتش علاش تغيبات مع ان الامور واضحه، والرجل الذي يتحدث عنا هو محامي ومارس هذه المهنه قبل ان يكون وزيرا للعدل. هنا التساؤل اللي كيتطرح، شنو هو المقصود من هاد المزايدات الاعلاميه بهذا التكتيك اللي كنحاولوا من خلاله نمروا المواطنات والمواطنين اخطاء؟ حنا اليوم راه واقفين من اجل المواطن والمواطنه، حنا كندافعوا على المتقاضي والمتقاضيه في حقوقه وحريته من اجل نصره قضيته ونصره العداله والدفاع عن دولة الحق والقانون والدفاع عن رزقه، لانه حنا اللي كنتواجهوا معاه، ما كيتواجهش معاه وزير العدل اللي كيجي عندي للمكتب ونقول له راه عندك مصاريف ديال المفوض القضائي باش تبلغ او تنفذ، وعندك الرسوم القضائيه خصنا نوضعوها بالصندوق، وعندك اتعاب الخبير القضائي، وعندك اتعاب الترجمان، وعندك الرسوم القضائيه المصاريف القضائيه، وعندك اتعابي، وانا استحضر في اتعابي ما يجب ان اؤدي للضريبه، رغم اني كمهنه، يعني كنهضروا ماشي غير انا كشخص، رغم ان مهنه المحاماه امتصت البطاله، والدوله هذه وسنين سنين هذه وهي كتهرب من حق التشغيل لبعض الفئات المتخرجه من كليه الحقوق بامتحان الاهليه، وكتجي اعداد هائله وما وفرت لهمش معهد التكوين. الحكومه هي اللي خصها تكونهم، كنكونوهم حنا وكيكونوا نفوسهم ملي كيديو واحد المصاريف باش يخضعوا يعني التكوين من طرف الهيئات اللي مسجلين فيها. وبالتالي كتلقى بان المسار ديال المحامي من البدايه هو كيأدي باش يتقيد في جدول المتمرنين، واحيانا يأدي باش يتسجل في جدول الرسميين الا تنتقل من هيئه لهيئه، ويلقى نفسه مجبر على انه يأدي باش يفتح مكتب ويأدي باش يخلص الاجراء والمصاريف وديك الاتعاب اللي كناخذوا من عند الموكلين. خاصنا كنستحضروا فيها الطابع الانساني والرساله الانسانيه اللي كنقوموا بها، وكاين واحد التوازنات اجتماعيه مهمه كنقوموا بها. انا يقدر يجي عندي موكل اللي غيأدي الاتعاب بكل اريحيه، وغتقدر تجي عندي موكله مطروده من بيت الزوجيه او تطالب بنفقتها، غنقول لها انا تخلصي، هي ما عندهاش حتى درهم ما عندهاش في وضعيه مزريه، تقول دير المساعده القضائيه، هيهات باش دير الاجراءات باش تحصل على مساعده قضائيه. وهذيك المساعده القضائيه راه فيها هدر لمبدا من مبادئ هافانا سنه 1990 اللي هي الامم المتحده وضعت مجموعه من المبادئ للمحاماه، منها ان الموكل من حقه يختار المحامي اللي بغاه، اللي يرتاح ليلو، اللي غيوضع عنده اسراره، اللي هو كيشوف فيه القدره على حمايه المصالح ديالو. علاش تحرم المواطنات والمواطنين من هذا الحق؟ وانا عندي القدره انني نخلق التوازنات في المكتب ديالي ما بين موكل يؤدي وموكل او موكله في حاله يرضى لها. السيد الوزير بخرجاته الاعلاميه لا مسؤوله، خرجات اعلاميه لا مسؤوله ومواقف اعتبرها جبانه، لانه ما دافعتيش على الاثراء غير مشروع. دير سياسه او طبق السياسه الحكوميه في الشق المتعلق بمكافحه الفساد وغادي تدخل ثروات هائله للبلاد. نازلوا على تقاعدكم وغادي تدخلوا ثروات هائله للبلاد. الازمه ازمتنا جميعا، وحنا وطنيين وكندافعوا على الوطن وبغينا نأديو الضرائب ديالنا، ولكن وفق العداله الجبائيه، وفق قواعد قانونيه تراعي خصوصيه المهنه، تراعي الظروف التي يشتغل فيها الشباب المجابهين باجور ديال الوجبه الكرائيه مرتفعه بنفقات اصبحت كبيره. المحامون راه كيخلصوا لا سي ان اس اس وتيديروا السميك، هو اقل حاجه للكاتبه والكاتب، وتجي في الاخر تتعامل مع المحامي كانه هو اللي غيحل لك الازمه. كيف ما مشيتي عند المواطن والمواطنه ورفعتي من الاسعار بطريقه يعني توضح ان الحكومه اصيبت بفشل ذريع، الرجل ذو الرايين ما بغيتش، الرجل ذو الرايين، يعني الا لاحظتي
ولاحظوا المغاربه كاملين ان الانسان اللي كيبدل الراي ديالو بسرعه هو انسان غير متوازن، يتحمل المسؤوليه ديالو، لانه عدم التوازن ديالك ما كيسمحلكش انك توضع قانون في 48 ساعه باغي تفرضو. هذا كان خصك تفتح حوار ونقاش ودراسه وابحاث وندوات من اجل استحضار جميع يعني المشاكل التي تعاني من هذه المهنه وجميع المشاكل التي يعاني منها المواطنات والمواطنين. حنا باقين تناضلوا في اطارات جمعويه من اجل تيسير الولوج للعداله ومن اجل ضمان الحق في التقاضي الذي هو في الاساس حق مجاني. اليوم بغينا محاكم فقط للاثرياء. حنا هاد الناس اللي تقهروا بالغلاء في الاسعار سيقهرون ايضا باتعاب مرتفعه وبعدم الرحمه التي كانت متوفره ومتواجده في الكثير من المكاتب. اليوم انا غادي نطرد السيده اللي كتجي عندي وتقول لي انا مطروده بين الزوجين، نزيد نطردها انا من المكتب ديالي باش نقول لها سمحي لي ما عنديش باش نخلص عليك. بعدين انا ما نقدرش نقول بان المهنه مستهدفه، انا اقول بان العداله بهذه الطريقه ليست مستهدفه، هي مجروحه، هي تتالم. ان المواطن والمواطنه هو المستهدف. انا المكتب ديالي ما غاديش نسدو حين خرج هذا القانون، ولكن راه غادي نوليو مضطرين اننا نواجه المواطنات والمواطنين بواقع سنتعايش معاه. هذه هي الخلاصه. ما تقولش انا خايف على راسي، انا راك حطيتيني في موقف الحكومه اليوم راك تفرضي عليا نمشي نقول هاد الخزعبيلات اللي كتفكري فيها نقنع بها المواطن باش يجي يعمر لك الصندوق بالرسوم القضائيه ويعمر الخزينه العامه كذلك بضرائب مسبقه وبيع 20% ديال التيفيا. واش انا كنبيع ونشري في السلعه؟ واش انا كنقدم خدمات بفوائد كالابناك؟ واش انا كندير لاسيغونس؟ انا راه اقدم رساله انسانيه مبنيه على قدرات فكريه معينه. ثانيا خصنا نستحضروا الواقع، راه حنا كنبدلوا عنايه ما كنحقوش نتيجه. وجيو يشوفوا المشاكل اللي عندنا مع موكلات وموكلين ما كتحققليش نتيجه ويقول لي رجع لي اتعابي والمشاكل اللي كنجريوها. وحاجه اخرى، واليوم تيجي كيقول لك موكل اللي انت كتعرفو سجل لي المؤازره عن فلان ابني او صديقي، وفي الصباح يقول لك لا سمح لي راجع محامي اخر. شنو راه نبقى ندير النيابه ولا المؤازره نسجل نخلص نعاود نسحب هادشي من جيبي؟ خصنا نستحضروا المعطيات اللي كنعيشوا فيها اجتماعيه، لانه حينما تكون الهوه الفاصله بين الواقع والقانون كبيره هذا يدل على ان السلطه التشريعيه فاشله.